نروح لاخبار النادي الاهلي. سلبيه المسحه الخامسه لجميع لاعبي الاهلي باستثناء حمدي فتحي. كل اللعيبه خلاص الامور بالنسبه لهم في المسحه رقم خمسه سلبيه. والله انا عايز اقول لكم حاجه، انا كل ما يجي موضوع المساحات والنادي الاهلي اشوف قدامي جونيور اجاي بيصعب عليا بشكل غير طبيعي يا عيني. يعني اكتر لاعب في الدوري المصري كله تحس ان هم بيطعموه، عارفين التطعيم بتاع زمان ده اللي هو بيقعدوا كانوا بيجروا ورانا في المدرسه، جونيور اجاي يعني تحس ان هم كده مش قابل خالص موضوع المساحات ده. فاني كل ما اعمله مسحه بتخيل شكله هو عمال بيجري في الملعب وهم بيجروا وراه، وبتخيل كمان الموقف اللي له علاقه بانه عيني كل 48 ساعه هيعمل القصه ديت.